افتكره اصلا من تمنه كله 3 جنيه مش معقول. الصناعة تقدمي دلوقتي يا توحيدة. فعلا يا صاحبي بيه. شايف بتوع الليل واخره؟ شايف بتوع الدانس؟ مش المشرحة والفورمالين؟ دانس 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 انا مو عارف كنت فاكرك بنت خالتي. على السلامة بقى. السلام عليكم. اديتني ميعاد واتقلت. يا سلام. ما تنسيش اللي قلت لك عليه. حاضر. هاي هلا ازاي؟ اهلا يا سميحة. ليش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. ازيك يا احمد؟ يا لسه فاكره اسمي؟ كل سنه وانت طيب هنا. وانت طيب. انا كنت عايز اقول لك مش عارف اقول لك ايه. لسه بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلت بطلت الحكايه دي. بس احنا ما اتكلمناش الا كلمتين. قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها.
اتجوزت يا هلا؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه. اذا كان في شقه فاضيه قدام بيتك مستعد اعزل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وانت كمان هاتي بوسه كل سنه. كل سنه وانت طيبه يا هناء. وانت طيب. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكره الساعه 11 قدام نادي الجزيره. انا متشكر قوي يا هناء. اكيد اللي عملتيه لليلى دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكايه كلها ما كلفتناش غير كلمتين لطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعا يا حبيبتي، انا عارفك نبيهه وواقفه جنب جوزك بذكاء من غير ما تعملي اي حاجه غلط. تصبح على خير. وانت من اهله. ما كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. ليه؟ ما بتحبيش جوزك؟ ما أخبيش عليك. لا. واتجوزتي ليه؟ زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيره وبابا مهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيده ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيده معاه؟ في واحده بتتجوز مش عايزه تبقى سعيده. اقدر اعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي انت عامل ايه؟ بتحب دراستك؟ طبعا. هتطلع دكتور ايه؟ باطني. اصحابك مين؟ صحبتك مين؟ اصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكليه اصحابي. يعني ما بتفضلش واحده منهم عن التانيه؟ عايز انا اقول لك ايه؟ ان في واحده بفكر فيها لدرجه انها تشغلني عن دراستي؟ احمد عاوز اسالك سؤال. ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سالت. قالوا انكم عزلتوا مصر الجديده. قلت الايام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. باي باي.